قبل البداية نقف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء. هذا عادة الموصل لأحضان العراق. في هذه المعركة سطر أبطالنا أروع الملاحم ورسموا أجمل صورة الخيار، وتوحد العراقيين بمختلف طوائفهم وقومياتهم لأجل هذا النصر. حربنا ماضية ضد الإرهاب، والنصر لنا إن شاء الله. واليوم مرة أخرى نحتفل بهذا النصر وبالجيش، جيش البطولات والانتصارات، مما يؤكد هذا عمق العلاقة بين الشعب العراقي وقواته المسلحة التي ظلت وباستمرار مع الوطن ومصالحه والمدافع عن قضايا العراق. فهذا هو الاقتدار العراقي ليعطي الجواب الحاسم على جرائم داعش الذي فجر وهدم معالم وتاريخ نينوى والحديفة. ومن هنا ومرة أخرى نقول هنيئا لنا ولكم النصر، ومن نصر إلى نصر. الشهداء رضوان البحر دماء هذا المدينة صالحة، ويا رب ان شاء الله بالفرح وان شاء الله بالحفلات تعتز قدر. ماكو اي طائفيه وماكو اي شيء، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب
يعم الأمن والأمانة وعلى طول هذا العراق العظيم، وخاصة المواصلة الجريحة اللي عانت ما عانت من أصناف داعش الأخساء. وإن شاء الله دائما حفلاتي متواصلة، وأنا قلت في يوم من الأيام قلت راح أغني أول مطرب مصلاوي يغني لتحرير نينوى وغنيته، قلت وعاهدت الناس قلت لهم أول مطرب مصلاوي عبد الأسمر يغني على أرض الموصل أول حفلة أسويها بهذه العيون، جمهوري بالموصل وأحبابي وناسي وأهلي، والعيون قناتكم الحبيبة العزيزة عليها.